أنا الدكتور محمد محمود إغراب، طبيب في قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي. فجر اليوم وصلنا عدد كبير جدا من الإصابات والشهداء نتيجة الاستهداف المباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار النابلسي. عدد الإصابات التقديرية التي وصلت مجمع الشفاء الطبي على فترات مختلفة تتجاوز 500 إصابة، وعدد الشهداء المؤكدين يتجاوز 70 شهيد. هؤلاء فقط من تم استقبالهم في مجمع الشفاء الطبي، علما أنه قد تم تحويل عدد من الشهداء وعدد من الإصابات، حوالي 300 إصابة أخرى تم تحويلها إلى مجمع الشفاء إلى مجمع كمال عدوان وإلى مستشفى العودة في شمال قطاع غزة. معظم هذه الإصابات كانت نتيجة إصابات بأعية رمارية وإصابات ناتجة عن انفجار قذائف مدفعية وقذائف دبابات. يتم فرز المصابين حسب درجة خطورتهم وتحويلهم إلى العمليات حسب درجة الخطورة، لكن للأسف الشديد نتيجة نقص الأدوية ونقص الأكسجين ونقص المعدات الطبية، عدد كبير من هؤلاء المرضى يفارقون الحياة أثناء انتظارهم لإجراء العمليات. الشيء الذي أود أن أؤكد عليه أن العدد الأكبر من هؤلاء المصابين نتيجة إصابات بأعية رمارية ونتيجة انفجار قذائف الدبابات، وليس كما تدعي قوات الاحتلال أنهم نتيجة التدافع أو نتيجة الدهس. ربما عدد قليل جدا منهم نتيجة التدافع، حتى التدافع نفسه حصل بعد الإطلاق النار المباشر من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. فأنا أود أن أؤكد أن معظم الإصابات التي وصلت مجمع الشفاء الطبي كانت إصابات خطيرة وجزء منها خطير للغاية، والعدد الأكبر منها كانت إصابات في الرأس وإصابات في البطن وإصابات في الصدر ونتيجة أعية رمارية من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.